يعد مدفع الإفطار أحد أبرز العادات التي ارتبطت بشهر رمضان المبارك في البحرين عبر عقود طويلة، حيث يستقبل الشهر الفضيل بالمملكة بثماني طلقات ترحيبا بشهر الخيرات. التقرير التالي والتفاصيل. هو الذي لا تغيبه الظروف الاستثنائية ما ظهرت ولا يعيقه استمرارها، ليكون الصوت الحاضر عبر العقود الممتدة ما حل رمضان على مملكة البحرين. ولتاريخه الممتد علاقة وطيدة برجالات وزارة الداخلية المحافظين على موروثه بلباسهم التقليدي، يصونون تقاليده ويؤدون مراسمه ليبقى بأدائه الثابت على مر الأزمان. مرفع الأفطار هو موروث شعبي وتاريخي لمملكة البحرين، بحيث يتم استقبال الشهر الفضيل بثمان طلقات من المدفع، وفترة ووقت الإفطار طلقة ووقت الإمساك طلقة. يتم توزيع المدافع على ثلاث محافظات، اللي هي محافظة المحرق بالغرب من قلعة عراد، والمحافظة الجنوبية بالغرب من قلعة الرفاع، ومحافظة العاصمة بالغرب من خليج البحرين. وتبقى من أبرز مظاهر البهجة لإعلان وقت الإفطار جموع المواطنين والمقيمين الحريصين على اصطحاب عوائلهم لمشاهدة عملية إطلاق المدفع، ويبقى الالتزام بالقوانين والإجراءات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا هو السبيل لذلك اللقاء. مدفع عبي. مدفع واحد إلى جميع المدافع، خليك جاهز وانتظر العد. واحد، اثنين، ثلاث، ارمي.